استاذ الياس اهلا وسهلا فيك. صباح الخير. كيف صباح الخير. اهلا. المدفون يجب ان يبقى هو الموفي اللي رح نحكي عنه اليوم اللي شارك مهرجانات كتير. هو سايكولوجيكال ثريلر تقريبا، انت بتفسر لنا اكثر شو يعني، بس انا اول شيء بدي احكي عنك كمخرج. ليس انت درست الفاشن؟ مزبوط. من الفاشن قبل الطيران. مزبوط. او من الطيران للفاشن. مزبوط. للاخراج والتمثيل. تمام. وصناعة الافلام، يعني شو في بشي بيجمع بين هالثلاثة؟ ما بعرف، انا بحس الانسان له اكثر من طاقة وله اكثر من خيال. انا درست هندسة كهرباء. نعم. والاهتمام اكثر شيء بالطيران المدني، كان كتير بحب الطيارات الكبيرة. اشتغلت فيها؟ ايه ضليت اشتغلت. نعم. مع مكدان داغلس. نعم. كان صنعوا الدي سي 10 والدي سي 9 هدول من زمان. نعم. وبعدين ضجت شوي انا وعم اشتغل، بلشت ادرس الفاشن الديزاين والاشياء، واكثر شيء حبيت انه استعمال الليذر الجلد والاشياء. بقى كنا صممت جاكيتات جلد هي من زمان كثير، واوتر وير. وبعدين ضليت عم اشتغل فيها لحديت هلا عندي شركه بالفاشن يعني. بس الشيء اللي انا دائما بحبه هو الافلام من وقت ما انا كنت صغير. نعم. حب البيج بيسمونه احنا سيلفر سكرين، واللي هو. نعم. السينما الكبيره، يعني ما في احلى منه الواحد يقعد ينسى العالم كله يتفرج على موفي. صحيح. كان هذا رغبه من وقت انا صغير. وانا درست حتى بالجامعه فوتوغرافي، تصوير. أوكي. وسينماتوغرافي both of them بيناتهم. بس ما صار لي فرصه لانه كنت عم اشتغل وعندي عائله وكذا وكذا. بس اجت فتره قلت خلص لازم ارجع. وبالليل صرت ادرس الاخراج والتمثيل والاشياء، حتى التمثيل مهم للمخرج لحتى يعرف اللغه اللي بده يحكي مع الممثل فيها. نعم. كثير مهمه هالشيء. اكيد. وبلشت صنعت افلام صغيره، في فيلم شهرني كثير وكان بس 15 دقيقة بس. نعم. انشهرت كتير في اسمه تشينغاسو ذا كلاون. كان ثريلر؟ هذا كان كل شيء، كان كوميك بوك، كان ثريلر، كان اكشن، كان في 15 دقيقة. انشهرت فيه كتير وانفتحت الابواب، بس انا ما كنت جاهز لان ادخل الستيب الثاني انه اشتغل مع ستوديوز. نعم. ببلشت الافلام الاندبندنت. اول فيلم انا صورته. اوكي. كان اسمه بترفلاي. الثاني كان انا اللي كتبته واخرجته. كان اسمه اشز. هذا كمان وورنر براذرز اشتروا الفيلم ووزعوه بالعالم، كان كثير حلو. نعم. انا الثالث كان اسمه ريبنز لاينز جيت اشتروه. وبعدين الفكره صارت شغله انه الافلام كلها كانت تركز على الرعب، سايكولوجيكال ثريلر، هالاشياء هيدي. بس وصارت الحوادث بسوريا حبيت أقدم شيء. نعم. وبال 2015 اللي فرصة سافر على أوروبا الشرقية. نعم. وقت كانوا عم يمشوا على ألمانيا. نعم. وصراحة ما كنت بدي، بس بدي روح ساعد فولنتير يعني. نعم. بعد بس أصدقائي قالوا لك أنت مخرج روح، وأنا ما بعمل داكيومنتري. وبلشت أعمل الأفلام الداكيومنتري يعني فلاي ذا ريفيجي وثائقية. وثائقية. نعم. رحت المهاجر اكسيدس اللي هي الخروج. نعم. اولاد البقاع شلون البقاع. كنت عم بتساعد مين يعني الشباب يلي هاجروا يعني بالوقت كانوا عم يمشوا؟ ايه جماعه كلهم. نعم. كان في سوريه، كان في عراقيه، كان. نعم. في لبنانيه، فلسطينيين عم يمشوا مع السوريين على وصلوا على المانيا. نعم. هي بال 2015 ضلت لل 16. صحيح. عملنا يعني نصورهم ونحكي. انا ما صورت، كان معي واحد بيساعدني وانا ركزت على الفولنتيرينج. نعم. بعدين رحت على اليونان وقت عم يجي بالقوارب واشتغلنا كتير، وبعدين رحت على تركيا وبالنهاية بال 16 هون. قديش هيني او صعب الواحد ياخد قرار ينقل من مهنة لمهنة مع المسؤوليات اللي عنده اياها بالحياة والخوف من انه يعني يوقع مثلا ما يقدر يكفي ويقصر مع عائلته، يعني في كتير كذا عقبة يعني. ايه حلو الجنون، انا بعتبر الواحد يكون مجنون شوي بحياته، لانه الحياة عبارة عن ما في شيء guaranteed، ما في شيء ثابت، مغامرات، كلها مغامرات، الحياة كلها مغامرات. إذا الواحد بده يضل جبان يعني بضل خايف كل عمر حياته، ما بيقدر ياخذ الستبس. طيب وجنونك كان بخطوة ثابتة فادتك؟ أنا بحب اللي بعمله، أنا بحب. نعم. اللي بعمله كثير. نعم. ما يعني بالنسبة لي ما بخاف إنه مثلا الواحد يكون عنده مصاري ما عنده كم مصاري، إنه أنت عايش، أنت متقبل شوية إنه عايش، بعيش الواحد فترة قصيرة. نعم. ليش ما يعيشها؟ شو من شو خايف يعني؟ مزبوط. هيدي التاتو هون أخذته هون وقت صارت الثورة بلبنان، مكتوب الثورة على الخوف. نعم. كتير حبيت القصة إنه الواحد
ما لازم دائما خايف، لازم ياخذ المغامره لازم بحياته، لازم يثور على الخوف معك 100%. نعم. لانه هذا هو كل شيء، هذا اللي بيمسكوك، اللي فوق واللي حواليك بيمسكوك بهذا الشيء، انه خايف تخسر. ايه مزبوط 100%. بالحياه انت بتخلق لتموت، مزبوط ولا لا؟ ايه صحيح. يلي بتعمله بالنص اتس اب تو يو. لازم نعمل معك حلقه تختلف، بس اليوم احنا ما نحكي عن الموفي. مزبوط. بس ما نحكي نحن وياك، حبيت كيف بتفكر. بس بالنسبه للمدفون يجب ان يبقى هالموفي اللي هو سايكولوجيكال ثريلر، يعني عن شو بيحكي؟ شو المحطات اللي فيه؟ حلو. الفكرة بحكي شوي كيف بلش الفيلم. أنا عندي شبيبة هون بالبقاع بعلمهم صناعة الأفلام، شيء من الانيشيتيف تبعي اللي أنا مساعدة. الفكرة دخلنا على بيت مرة عم نصور فيه وحسيت بوجود أنه بيت مهجور. قلت يا الله خلص لازم نعمل فيه شيء. أصلي زمان عم فكر بأنه الهانتد هاوس، البيت المهجور كذا. شفت البيت حسيت فيه. واحد من الشباب قال لي الباب كان هون، كيف صار هون؟ وهربوا كلهم لبرقت This is it، خلص بدنا نصور فيه. أوكي. هاي بال18 كتبنا السيناريو بالإنجليزي أول شيء، اللغة المفضلة لي، وبعدين ترجمناه من الطلاب معي للغة العربية. حلو كتير. أوكي. اللغة العربية رائع، تراثنا كثير رائع. لا. التاريخ تبعنا من أقدم التاريخ بالعالم كله. بقى القصة عبارة عن أنه ثلاثة شباب بيدخلوا على بيت مهجور وبيحبسوا حالهم فيه ليشوفوا الأرواح، بيعلوا بين الأرواح الكويسة والأرواح السيئة بالبيت، بيعملوا داكومنتري لي. وبالنهاية بس وقتا نفوت على الثريلر، يعني بيكون سيف ذو حدين، أو بيكون في شعره صغيره ممكن تخليك ما تصدق وما تحب الموفي، وهالقد ممكن يخليك تعيش. يعني هون كيف انت قدرت تلقط المشاهد بطريقه انه يعيش الحاله اللي فوت الشباب ليعيشوها وقت بالبيت؟ حلو كتير. الفكره من ناحيه التمثيل العالمي انه ما الممثل ما عم يمثل، بقى عم يعيشها. نعم. عرفت كيف؟ وانا بحب الكلاسيك موفيز، انه بتدخل على الغرفه الموفي وبتعلق بالشخصيات، تعلق فيهم خلص، بيصيروا هذا لإلك وهذا لإلك وماسكينهم، you're rooting for them، بدك يعني ينجحوا. بس تدخل بالدخلة هي بيصير سهل كتير تخوف الجمهور. نعم. لأنه إذا اللي بيصير معهم أنت لا ما تقول ما يصير عليكم شيء. هيدي الفكرة، بتركز على الشخصيات يعيشوا كأنه يعيشوا بالبيت. نعم. في شغلة حلوة بالبيت مباحك إنها منحكي فيها، انه وقت كنا عم نصور نكون مجمعين مع بعضنا، مثلا بدنا ناخذ استراحه، يبقى شخص واحد فعلا يخاف يترك، يعني ما حدا يحب يكون لحاله بالبيت. اوكي. خلق هالجو الحلو بالبيت والممثلين عاشوا. وبالنسبه لي السيناريو مكتوب بطريقه مبنيه على التراث تبعنا. نعم. يعني كل شيء فيه خيالي موجود بالحضاره تبعيتنا، بس خيال واقعي. انا بحس التريلر لازم يكون خيال واقع شوي. مزبوط. يعني قريب للواقعيه ليقدر يتصدق اكثر. 100%. نعم. بس الارواح موجوده معنا، انا بعتبر انا. نعم. بحس انه في عالمين، عالم اللي عايشينه نحن وعالم. نعم. الارواح. قبل ما نحكي عن مشاركتك بعده مهرجانات وشو كانت ردة فعل الجمهور. ايه. وهيدا والكوست طبعا يلي هيك موفي يعني بيكلف، هل له مردود؟ بس خلينا نشوف هالثريلر عن المدفون يجب ان يبقى. 3-2-1 اكشن. اخذت اذن لنفوت على البيت مو؟ راح نحبس حالنا جوات بيت فونتين طول الليل. انا بتمنى لو نلاقي هيك شيء غريب. متخيلين كيف رح ننشهر؟ أو كيف رح نموت؟ شو الصوت؟ في هون؟ المكان في شعور غريب بيتراوغ جواتي. لازم اخلص على الفيلم، هالشي مهم لنا كلنا. ما بعرف اي شيء. سكي سوتير دولوريستي. قلت لكم بدنا نصير مشاهير.
ميشيل عون. سيد الياس، لنرجع للموفي يلي شارك بعدة مهرجانات وحصل على جوائز وهيك، منحب نعرف شو ردة فعل كان اللي جان التحكيم أو كان العالم يلي شافت الموفي. حلو كتير. هلا مثلا بأمريكا اللغة العربية صار لغة هيك حلوة، يعني لغة تبعيتنا حلوة وبنستعمل ايدينا كتير مثل ما نعم نستعمل وبنحكي. بحبوا كتير المهرجانات اللي إلها علاقة بالهورر، اللي إلها علاقة بالساي فاي، بالثريلرز، كتير حبوا الشيء. بالعكس تعلقوا على اللغة، تعلقوا على الشخصيات الغريبة بالنسبة لإلهم، وردة الفعل كانت فعلا قوية. امبارح كنا عنا زوم كول مع بورتلاند هورر فيلم فيستيفال، هذه ببورتلاند، وحكوا مع الشبيبة انه يا الله شو حلو، وكيف قدرتوا دخلتونا على البيت، كله فانتسي انه عايشين بلبنان فرضا، كله له شيء تراث بيختلف عن التراث الامريكاني والاوروبي. له قصة ولا بس مشاهد مثل شو، ولا في قصة؟ في قصة قوية كتير مو شوي. نعم. القصة تبعت الفيلم انه بيدخلوا على البيت وفي جريمة صارت بال 1937، واختفت العيلة الفرنساوية اللي جاي، هني كانوا جزء من الاستعمار. وبعدين البيت من وقتها ما انسكن وضل يعيشوا فيه العالم. ودخلوا عليه كان في حدا مختفي جديد، أنا عرفت كيف، فهو انه يكتشفوا شو صاير، وحبسوا حالهم بالبيت وعلقوا بالبيت، والارواح ستطلع لكل واحد روح يلي هي مناسبة لإله. عرفت كيف؟ والفكرة كمان كيف صورت الارواح تحت شو؟ الشخصيات بيتمثلوا بشخصية وبتظهر بس لحدا. يعني حدا بيشوف الروح الثاني ما بيشوفها لأنه هي بتكون مناسبة لشخصيته هو. عرفت كيف؟ أوكي. وفي طبعا في نتيجة بالأخير، يعني أكيد في أكيد. هلا ما في عنا بالسينما العالمية ما فيك تعطيهم straight دراما، إنه كله دراما أو كله كوميدي، بده في شيء. والقصة نحن عنا إنه الأي ستوري هي الأساسية والثانوية، إنه الثانوية بتساعد الأساسية، بس اللي بينتبه على الوقت يتفرج على الفيلم بيشوف الأولاني والثاني عم يتغير مين هو الأساسي، وبالطريقة بتعرض الفيلم بطريقة جديدة. عرفت كيف؟ وأكيد له نهاية وله معنى كتير، كل كلمة بالفيلم لها أكثر من معنى. أوكي. وأنت وقت بقول للمشاهد وبيطلع على الموفي انتبه إذا تغير الصوت، غيرت الشخصية. وين في نشوفوا الفيلم؟ الفيلم رح ينعرض مرة واحدة اليوم سينما سيتي بسوق لبنان، بسوق البيروت. سوق بيروت. أي. أوكي. مرة واحدة بنسميها ريد كاربت، هي البرايفت سكرينينج، بس الناس فيها تتفرج عليه. نعم. أي ساعة؟ ساعة 7 اليوم المساء. 7 المساء. أي. أوكي. وإسا يعني عم ينعرض بالمهرجانات العالمية، إسا ما وزعناه 100%، إن شاء الله بالشهر التاسع أو العاشر بصير بكل العالم العربي. اوكي. اوكي. وبلبنان كمان بصير اكيد بنعرف صلاه ان شاء الله. حصل على جوائز كثير، ربحنا بيست فيلم هورر فيلم، بيست دايركتور، بيست انترناشونال فيلم، اعتبروه انه فيلم لبناني بما انه صورناه بلبنان وبالعربي. كثير جوائز. هيدي الجوائز عم تجي من المهرجانات اللي لها علاقه بالهورر والسايكولوجي. كيف اخترت الكاست؟ بيشبهوا مين الكاست؟ حقيقه صلي عم اشتغل معهم 5 سنين، هني طلابي اللي عم علمون. بنيت الكاركترز اول شيء على شيء بيشبه فيهم بحياتهم. وبعدين عملت نوع من الخيال لهم لكل واحد فيهم، وقلت لهم انتوا ما بقى تمثلوا، انتوا عيشوا، اعطيتكم الاشياء الاساسيه بالكاركتر عيشوها. اوكي. وخلوا الفانتسي تبعيتكم تكون اسا اكبر واكثر. فعلا كتير يعني كان شغل معهم رائع، انا بوثق فيهم كتير وهني بوثقوا فيني كتير، وخلقنا مثل الباند مع بعض لنوصل اللي وصلنا. سيز ليس، انا بتشكر حضورك معنا، جود لك. ثانك يو. ان شاء الله بافلام كمان اكثر واكثر، وبنرجع بنحكي نحن وياك عليهم. ايه. ببرنامجنا. كثير شكرا كثير. شكرا لك سيز ليس. سيز ليس مطر، مخرج سوري امريكي طبعا، والموفي اللي عم نحكي عنه المدفون يجب ان يبقى، فيكم تشوفوا اليوم الموفي بسينما سيتي بسوق بيروت على 7 المساء.